أعطي الكلمة الآن إلى السيد جيلاني ليقدم إحاطته، تفضل. شكرا السيد الرئيس. السيد الرئيس أصحاب السعادة، شكرا على إعطاء هذه الفرصة لأخاطبكم في هذا الاجتماع الملح لمجلس الأمن أو المهم لمجلس الأمن. السيد الرئيس، يتعرض القطاع الصحي في غزة لاعتداء، يتم استهداف المستشفيات عمدا في محاولة يائسة لإخراج المدنيين من غزة. شهدت الساعات 24 الماضية اعتداءات على 4 مستشفيات في غزة: مستشفى الشفاء الذي يختبئ فيه 60,000 شخص، مستشفى العودة حيث تم استهداف سيارات إسعافنا، ونجا مسعفو الطوارئ بأعجوبة من الموت، والمستشفى الإندونيسي ومستشفى القدس. السيد الرئيس، أعدت كتابة هذا البيان عدة مرات في الساعات الأخيرة، إذ لا ينفك الوضع حول المستشفيات، يتغير دقيقة بعد دقيقة. يتعرض النازحون في المستشفيات إلى إطلاق النار في أثناء حديثنا اليوم، وأثناء اتصالي الأخير بزملائي في مستشفى القدس منذ ساعتين قالوا لي أن حوالي 30 شخصاً تعرضوا للإصابة بسبب إطلاق النار المباشر في المستشفى، وقتل شخص واحد. هم يسألون ماذا يمكنهم أن يفعلوا؟ أين يذهبوا؟ آلاف الأبرياء يتعرضون لتهديد بالقتل. أدعو أعضاء المجلس بالنيابة عن الموظفين والمتطوعين في فرق الطبية الطارئة، بالنيابة عن الأطباء والممرضات العالقين في مستشفى القدس، إلى بذل قصارى جهودكم لوقف عمليات الموت والمعاناة. هناك 14,000 نازح مدني في مستشفى القدس، بالإضافة إلى 400 مريض وجريح وفرق الإدارية والطبية. توقف المولد الأساسي عن العمل منذ يومين بسبب غياب الوقود، واليوم هناك مخاطر أساسية بخسارة كل المرضى في وحدات العناية المركزة والأطفال في الحاضنات. السيد الرئيس، كنت مستعداً لإعلام المجلس بالنقص الكبير في الوقود والأغذية والمياه، ولكنني بكل صراحة أقول لكم أن المشغل الأساسي اليوم هو التهديد المباشر لحياة كل الجرحى والمرضى وعشرات آلاف المدنيين بمن فيهم آلاف الأطفال. هم يتطلعون إليكم ويترجونكم للعمل لوقف أي مجزرة أخرى، بالإضافة إلى التهديد المباشر بتعرضهم للقتل وإطلاق النار. النازحون المدنيون 14,000 في المستشفى ضاق ذرعهم بسبب غياب المياه والأغذية والكهرباء. نحن نشهد انتشار الأمراض وارتفاع مستوى إصابة الجروح بالديدان وبين الأطفال. تمت معالجة الطفل البارحة لعدوى في عينه ووجد فيها الطبيب ديدان. السيد الرئيس، الفرق الطبية تركت أسرها لإنقاذ أرواح الجرحى والمرضى، لكن كثيرين منهم يتلقون أخبار خسارة أحبائهم. دكتور نبيل، وهو عضو في مجلس الإدارة وهو متطوع اليوم في مستشفى القدس، خسر 36 فرداً من أسرته. رئيس مجلس إدارتنا خسر 20 فرداً من أسرته. أحد مؤسسي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني خسر في يوم واحد 20 فرداً من أسرته، وفي اليوم التالي 13 فرداً. وصف الحالة في مستشفى القدس لا يمكنه أبداً أن يصف الأحوال والصدمة والوجع النفسي الذي يعيشه الناس الذين ينامون في كل ليلة تحت دوي القصف، ولا يعرفون ما إذا كانوا سيستيقظون في الصباح أم لا. السيد الرئيس، جمعيتنا تتحمل المسؤولية الأساسية لتلقي المساعدة الإنسانية من خلال معبر رفح وتوزعها للمنظمات الإنسانية والمستشفيات والملاجئ.
ما وصلنا حتى الآن هو أقل مما كان يصل إلى غزة في غضون يومين. في الوقت نفسه لم تصل أي نقطة وقود إلى غزة، والوقود أساسي لكل عناصر الحياة، لعمل المستشفيات، للحصول على المياه، لضخ المياه، للمخابز، لسيارات الإسعاف، وللشاحنات التي تنقل المساعدة الإنسانية. إذا تواصل هذا الحظر على الوقود، لن نتمكن من مواصلة الحصول على المساعدة وتوزيعها. بالإضافة إلى ذلك، إن لم تصل المساعدة إلى شمال قطاع غزة، سنرى الأطفال يموتون من الجوع، سيتدور الناس ويموتون جوعاً وعطشاً ومن الأمراض. السيد الرئيس، ندعو مجلس الأمن والمجتمع الدولي بشكل عام إلى القيام بالتالي: أولاً، ضمان تنفيذ وقف إطلاق نار فوري وفعال. ثانياً، ضمان وصول الوقود إلى غزة على الفور لمنع أي وفيات ومعاناة إضافية. ثالثاً، تعزيز المساعدة الإنسانية وضمان وصول المساعدة الإنسانية بدون شروط إلى شمال غزة، حيث عشرات الآلاف لا مكان يلجؤون إليه. رابعاً، ضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية البعثات الطبية والمدنيين في جميع أجزاء غزة. خامساً، ضمان مواصلة عمل المستشفيات مع توفير الدعم اللازم لها من وقود وأدوية وإمدادات طبية، والسماح للفرق الطبية بدخول غزة لتخفيف من عبء الفرق التي تعمل بلا كلل على مر وعملت على مر الأيام 34 المنصرمة. أصحاب السعادة، أرجوكم استمعوا إلى بكاء الأطفال المدرجين بالدماء والذين يتساءلون لماذا؟ ماذا فعلوا؟ ولماذا يتغاضى العالم عن حياتهم؟ شكراً سيد الرئيس. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب، وتفعيل جرس التنبيهات.